بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير عليكم بنات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم ما تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم البنات ان شاء الله جيت نشارك معكم وصفة خفيفة ظريفة. واحد الاخت يعني كانت طلبتها مني في الميسنجر، يعني قالت لي نانو راني نتوحم، قالت لي كنت شدتها عندك في واحد الفيديو بصح ما عرفتش كيفاش نديرها، اللي هي احنا نقولوا لها اغرم ولا اغرم قورا ولا كسرة تاع القبائل. دوك هنا البنات انا جيت كيلت معاكم بمقادير مضبوطه. هنا البنات عندي درت 7 كيسان، هنا البنات الكاس اللي تحبوه كيلو به، المهم عندكم 7 كيلات تاع الزيت. هنا البنات شوفوا، هنا درت كيله غير ربع تاع زيت زيتون، وكملت ربع هذاك بزيت سونغو، يعني عندي 7 كيلات بكيله. هنا البنات هاد الكسرانة يعني تجيني مبصة، اللي حبت ديرها يعني شوية تكون ناقصة لدامكم رايحين ديرو كيله غير ربع تاع لدام تاع الزيت، من الافضل يعني انه يكون زيت زيتون وحده. انا درت كيما شفتو كاس غير ربع وكملت له بكاس تاع زيت يعني عادي. هنا البنات درت الملح، يعني الملح على حسب كمية الدقيق، ولكن اللي حبت يعني وحدة مبتدئة ولا حبت يعني تجيها موزونة ما راهي مالحة ما راهي مسوسة، يعني كل كيلو تاع دقيق يسحق 20 غرام تاع الملح، هذه كقاعدة دوها. هنا البنات واش درت كاس تاع الماء كيما راكم تشوفوا، وخلطته مع كاس تاع الزيت وهذاك الملح. هنا البنات بعد ما خلطت هذاك الماء والزيت والملح، يعني حركوا شويه حتى يذوب هذاك الملح كيما راكم تشوفوا، من بعد نبدا ندخل في السميد ديالي غير بالعقل ونبسو كيما راكم تشوفوا. نعم بهذه الطريقه. هنا البنات انا هذا الكيل هدايا اعطاني ثلاث خبزات، يعني ملاح كبار الله يبارك. انا هنا البنات سميد استعملت تقريبا 2 كيلو، يعني 2 كيلو نحيت منهم غير شويه كما قلت لكم. هنايا الكيل كيلو باش حبيتو تحبو كيلو بالشوب بالكاس، اللي حبت دير غير خبزه صغيره برك ما عليها غير تكيل، نقولوا فنجال تاع اتاي هكذاك 7 كيلات تاع فنجال يعني هذاك الصغير مع كيله تاع ليدام. هنا البنات راني نزيد في الكاس الثاني تاع الماء، يعني الكاس الاول في الاول فرغوه كامل، اكيد ماهيش رايحه تتلم معاكم بكاس واحد. وهنا الكاس الثاني نبقى نرش غير بالعقل ونشوفه، يعني على حسب نوعيه تاع السميد. كاين نوعيه تاع السميد البنات اللي تشرب كامل 2 كيلات، كاين اللي تشرب كيله غير ربع، كاين اللي ممكن تشرب اكثر من 2 كيلات. انا هنا البنات يعني ما فنخدم عيني ميزاني من الاخت هذه، يعني كما نقول لك بعثت لي في الميسنجر وقالت لي نانو والله يرضى عليك، وهي بعيده عليا ماشي ميم با منا من الجي، قالت لي تشهيتها وشتها عندك في واحد الفيديو لكن ما عرفتش كيفاش نديرها، قالت لي هذا شحال وانا متشهيتها. نقول لك شهيتك في الصحه، هاي ليك الاخت راني درتها لك وبكامل المقادير مضبوطه، وان شاء الله ديريها وتاكليها بالصحه ولهنا. هنا شوفوا البنات الطريقه اللي نعجن بها اغرم ديالي. هنا البنات ما رانيش نعجن فيها، شوفوا كيفاش راني نقطع فيها، ولا احنا في المنطقه تاعنا يعني كي تكون هكذا نقولوا لها قرطيت، ولا نورمالمون مانيش غلطه في الاخر، باسكو نشفى كي كنت صغيره كانت عمتي يعني كانت توري لي كيفاش كنت نديرها، كي نبدا نعجن فيها تقول لي قرطيت، يعني شغل هكا قطعيها فوالا ماشي تعجنوها. هاي اللي كهنا البنات هاد الكميه واش راني رايحه ندير، شوفوا نبدا نقطع فيها هكذا، يعني ما نعجنوهاش كيما المطلع، يعني غير شويه ماشي بزاف، قولوا واحد 3 دقائق هكذاك ماكسيموم، 2 دقائق 3 ماكسيموم، يعني ماشي نعجنوها فوالا، لانه لو كان نعجنوها رايحه تجي معلكه وتجي تتجعد، يعني ما تجيش هذيك الكسره اللي تجي يابسه وتتفتت، يعني الذوق تاعها بزاف هايل، ما نعرفوا راهي بدات سخانه، يعني هكذا مع كاس تاع البن ولا تكتوكه ولا كيما نقولوا حنا فلفل ولا حميس، كل واحد كيفاش يعيط لها، تجي ما شاء الله. فوالا شوفوا توجور بهذه الطريقه البنات، يعني ما حبيتش نسرع الفيديو هكذا باش كامل تشوفوها. وهنا البنات بالمناسبه نعتذر على الغياب هذا اللي غبت عليكم، يعني تقريبا مده 5 ايام ولا 6 ايام الله غالب، يعني كنت عارفوا دراري راهم في فتره تاع اختبارات مع شويه يعني خدمه، يعني والله ما قدرتش نحط لا كاميرا ونصور لكم، يعني اعتذر برك هذا ما كان. فوالا شوفوا هنا البنات نبدا نشكل في الخبزات ديالي كما راكم تشوفوا، حتى نتحصل على كوريه تكون ليس كما راكم تشوفوا، يعني نحاول اني نحي لها كامل هذوك التشققات. هنا البنات ناكد ونعاود، اللي ما حبتش الكسره تاعها تجي مبسه بزاف
هي رايحة تنقص كمية تاع الزيت، يعني ديرو حوالي كيلة غير ربع تاع الزيت. واللي حبتها يعني تجي مبسة وتجي يعني كيما نقولو تتفتت، دير كيلة تاع الزيت. هنا شوفوا البنات، نحاول نغلق لها كامل هذوك التشققات ونحطها، نخليها تريح حوالي واحد زوج دقائق ثلاثة ما بيد الطاجين تاعي يسخن لي. فوالا بهذه الطريقة نزيد نتعامل مع زوج خبزات هذوك بنفس الطريقة، نغطيهم كيما قلت لكم ونخليهم يريحوا حوالي ثلث دقائق. شوفوا هنا البنات كيفاش راني نليسي مليح هذيك العجينة ديالي. نزيد نكمل هذوك زوج خبزات اللي بقاو لي بنفس الطريقة. من بعد البنات بعد ما نخليها ترتاح كيما قلت لكم حوالي زوج حتى ثلث دقائق، هنايا نجي نفتح الخبزة ديالي. فوالا يعني هنا زمان البنات ما كانوا يستعملوا لا حله لا والو، كانوا يحلوها غير بيدهم برك. بالنسبه كاين بزاف يقولوا لي كيفاش تجيك خبزه يعني مدوره سواسوا، ما تجيكش يعني، كاين بزاف يقولوا لي ما تجينيش مدوره. شوفوا هنا البنات واش ندير، نحلها كيما راكم تشوفوا بالطول، ومن بعد نعاود نقلب الخبزه تاعي نحلها بالعرض. شوفوا يعني كل مره ندور الحلال، شوف نعاود نحطها عكس المره الثانيه ونزيد نحل، نروح بالطول وكل مرة ندور الحلال تاعي. يعني شوف خطرة ندور بالطول نحلها، عفوا بالطول، وخطرة نحلها بالعرض حتى نتحصل على خبزة يعني تكون مدورة وتجيني سهلة. يعني كاين بزاف لي يحكموا الحلال يعني يبقاو غير يحلوا رايحين جايين على بها، ما يتحصلوش على الشكل هذاك اللي يكون مدور. فوالا وهنايا نعسب الحلال ديالي وين صبتها خشينة بزاف نرقق لها، يعني على بالي بلي كاين بزاف لي يعرفوا يديروا كسرة هادية، لكن يعني لما طلبتها مني الاخت هذه قالت لي كيما درتها ما جاتهاش يعني حمراء هكذاك. البنات تاني السر تاع التحمار تاعها راهو في الزيت، يعني الا كانت ناقصه زيت بزاف راح تجيكم محروقه، ويعني دير هادو كيما نقولوا حنا تشلافط ولا هادوك النبولات الا كان الزيت فيها ناقص. وتاني البنات كاين اللي يديروا لها مغرفه صغيره تاع السكر ولا مغرفه يعني ربع مغرفه على راس المغرفه برك تاع الخميره هكذا باش تجيكم حمراء مليح. انا هنا درتها لكم غير دقيق وزيت وما يعني هذا ما كان، ونبقى نتخب فيها هكذا بالفرشيطه كيما راكم تشوفوا، ونجي نرفدها ونحطها على الطاجين ديالي. يعني هاي اللي كان البنات راهي موزونه، يعني ما جات تفتت ما جات حتى حاجه. هنا البنات نزيد نتقبها من الفوق، نتوما بك البنات نقصوا شويه النار يعني تكون نار متوسطه. يعني انا كنت طيبت قبل هذوك زوج خبزات، والثالثه يعني كان شويه سخن لي الطاجين شويه زياده، شدت لي شويه في الطرف. من نتوما سيو كيفاش طيبوها على نار متوسطه، ونبقى هكذا نحرك فيها يعني ما تخلوهاش طول، وانتم ما تحركوهاش هكذا باش تحمر لكم في كامل الجوايه. يعني كما قلت لكم انا الطاجين تاعي خليته يعني كنت طيبت زوج خبزات وخليته شويه، يعني كنت مشغوله مع العشاء يعني غفلت عليها شويه، حمرت لي برك شويه زياده. نتوما بقاو تحركوا فيها هكذا كما راكم تشوفوا، وسيو طلعوها بكاش حاجه هكذا في الطرف. كي تشوفوها حمرت بدات تحمر وبدات تشد روحها من تحت، نجي نقلبها عادي. هنا شوفوا البنات كيفاش تقلبوها، يعني سهله تمتم تتقلب معاكم. شوفوا هنا بك يعني هذه الجهه هنا البنات حمرت لي شويه زياده باسكو غفلت عليها، وتوجور كيما درنا في الوجه الاول. يعني نبقى نحرك فيها كيما راكم تشوفوا بهاد الاداه هاديه تاع الخبز ولا بطرشونه ولا كيما حبيتو، ونبقى ندور فيها على كامل الجهات هكذا باش نتحصلوا على اغروم يجي الشكل تاعو كامل كيف كيف. فوالا صدقوني البنات تجي بزاف بزاف هايله، راهي يعني راهو جاي الصيف نسحقوها بالبزاف مع الحميس مع البن مع يعني مع القهوه حليب، كاين بزاف اللي يحبوا يسقهوا بها. صدقوني تجي ولا اروع، تجي وصفه بزاف بزاف هايله. يلا هاي اللي كان البنات الكسره تاعي بعد ما طابت، شوفوا اللون تاعها كيفاش يجي ما شاء الله، والذوق تاعها بزاف بزاف هايل. هنا البنات عفوا الوصفه تاع اغروم خلاصت، واللي حبت تشوف الوصفه تاع بابا ما عليها غير تكمل تبع على فيديو يعني فيديو خفيفه ظريفه نخليكم تشوفوها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عشا خفيف تمتم تاع ليه عندنا شويه طون روج، وعندنا شويه دستك. دوك هنا راني درت له الملح، وراني ندير له في فلفل كحل هكذا شويه
عندي هنا جوست اكوتي شويه تاع الشحم، الشحم تاع الشواء. الانسان اللي يحب يجيبو عند البوشي يقول له شحال الشحم تاع الشواء. تري سامبل، اون ريسيت سامبل. نسحقو هكذا، سورتو الطون، الطون نسحقو هكذا. لو طون روج هذا يتقطع هكذا يا مرصوات شغل دي ستيك. نالور نعطيو نزيد لهم شويه بركه هنايا فلفل الكحل، راح نزيدو لهم شويه ملح هنايا. تزيد الملح هاك، نديرو لهم شويه برك ملح، ما نكترو لهمش هكذايا. الوغ قلنا هنايا عندنا دي ستيك تاع طون روج، طون روج مطرونشي. هكذا نسحقو الفلفل الكحل برك والملح، سيتو، ما نتفلسفوش فيه بزاف. واشنو من بعد نسحقو الزبدة، الزبدة يحب الزبدة، باش هكذا كي نجوزوه ما هو مقلي ما هو شمي. وليو باش نديرو الزيت نديرو شوية شحم في المقلاة، يمشي الشحم تاع الشوا. نبداو حتى يتحمر مليح، من بعد نحطو فوقو دي بتي كوب تاع الزبدة، دوب هذيك الزبدة يكون عندنا جول تحتها فريمون بنين. اليوم ان شاء الله نديرو في المقلاة، طري سامبل، ما نديرونجي وما بيسك عشا خفيف. بسم الله. الوغ دوك غادي نفرشو في الطون ديالنا، نديرو في المقلاة ديالنا، مع اللون نحركوه برك شوية باش ما يلصقش، كان ما يلصقش مع اللون سي بون. فوالا، نديروه، الوغ دو طون 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 نرميه شوية شحم باش يعاود يشمت من المقلاة ديالنا، أو ميم طون يطلق لنا البنة باش نهفو العدو ديالنا، يحير إلا راه ياكل في البيفتات ولا راه ياكل في الحوت. فوالا. دوك بويس كان بدا يطيب، أنا تاني كنوجد الزبدة ديالي، نحطها قدامي. ألوغ الزبدة كاين لي ما يحبهاش ولا يقدر ما يديرهاش، مي أنا باش تمد ليا جو هايل هنا في ما يلصق ما هنا. أنا نشوفو بلي الطون ديالنا بدا يطيب، واش ندير؟ مازال ما طابش مليح مليح الداخل كامل، مي هكذا يسمى طيب. واش ندير؟ نروح نبدا ندير دي مورسو تاع الزبدة هكذا. ألوغ دوك هنا أنا نديرو الزبدة فوق الطون ديالنا. ألوغ كاين بزاف لي دي فوا يديرو لي يقولو ليه صحابي هاذوك علاه تطلع بزاف ريحة الزبدة، سي نورمال الزبدة تريح. مي واش نضمن لكم بلي كي تكمل تذوب كامل هاذيك الزبدة، درنا الجول تحتاني هذا اللي راني نشوفو فيه، هذا يزيد يشرب الجول هذا تاع الزبدة، يشرب من الملح و الفلفل الكحل، بليس لاصوص تاع الطون، دابا يولي يمد يعاود يرجع للكو تاع الحوت. مي واش نو نجي لي يحبو يغمسو هكدا، نجي عجب فيلو. فوالا شوف كيما كيتحمر مزيان. عندنا الطون ديالنا طاب، نقولو لهم الصبح والنهار النهار يغير شا. هاي الدراري،
ارواحو يا ولادي. فوالا عندنا هنا الفون كيما قلت لك، انا سدي ستي ستوك ان بو صابات شويه لا موطار شويه هريسه. الخبز حبوا يديروا كاسكو امي وما يحبوا الطويشه خير منا وبصحتكم كامل.